السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. جالكم النهاردة بخبر عاجل وخبر مهم، بس قبل ما نبدأ في الخبر، اتمنى اللي اول مرة تشوفي قناتي ما تنسوش تضغطوا على سبسكرايب واللايك والشير، بحبكم في الله. الخبر ان في منحة للرضع والحوامل، المنحة خاصة بالمصريين والسوريين، دي منحة امريكية يا بنات. طبعا مصر مش هتدينا في فلوس خالص ولا بتعمل دعم لحد زي ما انتوا عارفين. المنحة من الرضع والحوامل بسبب المنحة دي من مقدمة من برنامج الأغذية العالمي زي ما قلت لكم. المنحة فعلا تنفذت من شهر واتنين، بس لأن الأعداد ما شاء الله كانت كبيرة اتقفلت، بس إن شاء الله هتفتح تاني في أول يوم 1/7، وهيفضل مفتوح لمدة 10 أيام باب التسجيل. المنحة عبارة عن بتاخدي فيزا لكل سيدة حامل ولكل مرضعة، بتاخد فيزا فيها 400 جنيه كل شهر، بتقدر تشتري بيهم سلع وتموينية وحاجات يعني في البيت وكده. وكمان هي اللي هو البرنامج الأغذية العالمي متعاقد مع شركات معينة، دي اللي بيتم فيها التسجيل. بتقدم لك المستشفيات دي، ان المستشفيات اللي انت هتروحي تكشفي فيها بتقدم لك ان انت بتكشفي بنص التكلفة، وكمان ليكي وللبيبي، وكمان الحوامل بيكشفوا نص التكلفة وبياخدوا العلاج بنص التمن كمان. دي الفيزا لسيده امراه خدتها فعلا بالفعل من اسكندريه، عشان كده نزلت الخبر. بيبقى عباره بتاخدي عن سلعه تموينيه زي ما انتم شايفين، رز بقى وسكر وزيت والحاجات اللي هي بتاع البيت وكده، الحاجات اللي هي خاصه بالحوامل. الورق اللي مطلوب لو بترضعي تاخدي شهاده ميلاد البيبي وقسيمه الزواج، صوره منها وصوره بطاقه انت وزوجك. اما الحامل هتاخد صوره قسيمه الزواج بتاعتها وصوره من بطاقتها هي وزوجها. بتقدم وان شاء الله ورقك يتقبل باذن الله. الخبر اتاكد ليها مصداقيته يا جماعه، لكل سيده حامل وكل سيده مرضعه. بتتاكدوا من عناوين المستشفيات من على جوجل، وانا هحاول ان انا انزل، انا معايا عنوان بس اللي هي دمياط. دمياط هيروحوا مستشفى الحياه في دمياط الجديده، وبتقدم الورق هناك، ولو بترضعي لازم الطفل يكون معاكي. اتمنى الخبر يفيد ناس كتير، حاولوا تشيروا الفيديو، حاولوا تقولوا لكل سيده حامل، حاولوا تقولوا لكل سيده مرضعه، لان الخبر اكيد انا متاكده منه، لان ناس كتير من دمياط وناس من جمصه وناس من اسكندريه اكدوا الخبر ان هم فعلا اخدوا الفيزا وصوروها كمان، عشان كده احنا صدقنا. ما تنسوش تضغطوا على سبسكرايب واللايك.